النزاهه والمصداقيه العمليه الانتخابيه منين كيتم هذا الاستقطاب بطرق غير قانونيه وخارج المساطر القانونيه يؤثر. منين كيتم بطرق قانونيه وفق المساطر القانونيه لا يؤثر، بالعكس بالعكس. هو المشكل فين كان واحد الوقت؟ هو ان بعض الاحزاب كانت كتقول الترحال السياسي ممنوع وحرام وما خصوش يكون وكذا. الان تاكدت حتى هذه الاحزاب بان هي احزاب كلها بحال بحال، لان اللي كيرحلوا له 10 بحال اللي كيرحل له 1 بحال اللي كيرحلوا له 100، لان الامر في المبدا. الامر في المبدا اليوم تاكد الحمد لله بانه جميع الاحزاب المغربيه بحال بحال، ويجب ان تكون بحال بحال، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه المزيان وفيه الخايب. العيب هو اننا ما نقاوموش الخايب اللي فينا وما نشجعوش المزيان اللي فينا.